السلام عليكم، زيد دويك، 2017-00-58. أنا علي أشرح سؤال رقم 2 وهيني بتبلش فيه. بسم الله، أعمل بن للموبايل. تمام، بسم الله. هلأ هي بالنسبة للسؤال، سؤال رقم 2 معطينا رسمة طالب منا انه بده differential voltage gain اللي هو ADM. تمام، نيجي نطلع على الرسمة. اول ما نطلع على الرسمة بنلاحظ انه احنا عنا الرسمة symmetric على اليمين وعلى الشمال. يعني هاي احنا هون عنا PMOS PMOS NMOS NMOS على اليمين نفس اللي على الشمال بالضبط، ما بفرق. وبنلاحظ كمان انه عنا ال V input differential اللي داخله على اللي داخله على الانبوت من هون هي ايش بتكون؟ هي نفسها اللي داخله على هون، بس هون ايش حتكون؟ V input differential plus طبعا على التنين، وهون راح تكون minus V input differential على التنين. تمام، فلما نيجي نطلع نحكي مدام هون نفس الفولتج اللي هون، بس هون بلس وهون minus لانه تقسم بيناتهم، نحكي انه اذا هاي زادت مثلا فهاي راح تقل، فهاي حتقل، فهاي راح تزيد بناء على هاي. فبالنهايه المحصله بنوجد بنلاقي انه اللي هون ما بتاثر، ما بتغير، حيضلوا بالنهايه زي ما هو لانه واحد بزيد واحد بقل. فبنحكي زي كانه هون عندنا اي سي جراوند. تمام، هلا لما يجي بدنا نحل، بما انه سيمتريك وفولت وهذا ما راح يتغير وهيك، بنقدر انه ايش نفصلها لجزئين، ناخذ جزء من الجزئين. هلا عيني انا هون فصلتها، لحظه بس. تمام، هلا ليش كمان مره ليش فصلناها؟ لانه زي ما حكينا انها سيمتريك. تمام، هلا عنا صفه الرسمه زي هيك. هلا بنيجي بنطلع، طبعا كمان عندنا ايش اللي انقسم كمان غير انه الفولتج؟ هاي الفي اوت انقسم، لانه هون الفي اوت هو بين التنتين، عندك هون وهون، فاحنا لما بعد ما صرناهم صار عندك في اوت على 2. تمام، تمام. هلا بنيجي بدنا نحل، هو ايش طلب؟ طلب الديفرنشال فولتج جين. زي ما احنا بنعرف الديفرنشال فولتج جين اللي هو اي دي ام يساوي جي ام كابيتال بي ار ثيفنن. طبعا هاي سوري ممكن مش مبين كثير هيك، اتوقع احسن. هلا هاي هي يا بلس يا ماينس. تمام، كيف بنعرف؟ هلا بما انه عندنا الانبوت هون بلس والاوتبوت هون نيجاتيف، فمعناته الجي ام راح تكون بوزيتيف بلس. تمام، معناته بدنا نحسب اول شيء بدايه، خلينا نحسب الجي ام. تمام، هلا الجي ام كابيتال كلياتنا بنعرف انها ايش بتساوي؟ بتساوي اي اوت على في ان لما في اوت ايكوال زيرو. طيب هذا الاشي بيساوي، طبعا لازم تكون عارفين انه الفي ان اللي عندنا اياها هون شو بتساوي؟ من هون نقدر نعرف ايش بتساوي؟ بتساوي V input differential على 2. تمام، ال I out شو بتساوي عنا؟ ال I out بتساوي V input differential على 2 ب GM small على V input differential على 2. هاي مع هاي cancel out، صفي عندك GM capital equal GM small. هيك أوجدنا GM capital. شو بضل هي وجدناها؟ شو بضل عنا؟ بضل عنا ار ثيفنن. تمام، هلا ار ثيفنن كلياتنا بنعرف انه ار ثيفنن ايش بتساوي؟ ار ثيفنن بتساوي في تيست على اي تيست لما الفي ان ايكوال زيرو، طبعا لانه بنصفرها، وهي نفسها الار اوت اللي بنطلعها من هون، اللي هي بناخذ اللي هون واللي هون ونعملهم بارلل مع بعض. تمام،
فلو اجينا ناخذها ناخذ اللي هو اللي تحت مثلا شو عندنا تحت ان ار اوت 1 ار اوت 1 طيب وبارلل مع اللي فوق هلا شو عندنا من هون من فوق عندنا بما انه هاي دائما اخذناها هاي لما تكون زي هيك لافه تكون 1 اوفر جي ام و 3 فبارلل مع ار نود 3 فمعناته ار اوت 1 بارلل مع 1 اوفر جي ام 3 parallel مع R node 3 هيك أوجدنا R Thevenin تمام هلأ بضل عنا إيش تعويض مجرد عملية تعويض يعني فمنيجي هون نكتب إنه ال AD شو صارت بتساوي اللي هي differential gain plus GM capital اللي حكينا أنها بتساوي GM small تمام والار ثيفنين شو حكينا بتساوي ار نود 1 بارلل مع 1 اوفر جي ام 3 بارلل مع ار نود 3 وهيك بكون خلص السؤال ولحظة هات انا البين للصورة هلا هيك مفروض ان السؤال انحل أتمنى أن يكون فهم حاولت أني بس يعني أشرح كل خطوة بخطوتها وإن شاء الله ما أكون نسيت إشي ويسلموا يعطيك العافية.